انا مش هقولك زي ما قلت لسوكا وشوفوا وقتك وكده، لا انت بتاعت انا وطلع معايا السلم من اوله. سيب لي نفسك كده خالص، انا بعون الله هخليك نجمة مصر الاولى باذن واحد احد. بس ما تقطعيش، شوفي بقى، عايزك تسيبك من البنسيون اللي انت قاعده فيه ده. انا عايز ان شاء الله كده اخد لك شقه صغننه ومحندقه بفرشاها ولوازمها، تبقى جنب المحل تقعدي فيها وتبقي بتاعتي. نعم تبقي بتاعت المحل يعني قصدي. تعود تعالى يا ابني وصل ستك ناني وقف لها تاكسي ليموزين خمسه راكب. وماله؟ اتفضلي يا عمر. ست ناني تؤمر واحنا ننفذ. جرايه يا بت يا نوال، ايه العباره؟ بت يا نوال، انت هتمثلي بروح امك ولا نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت ناسيه مين اللي جايبك هنا؟ الله جرايه طاعون، انت اول مره يا اخويا تلغيني باللغه دي. وطي صوتك يا بت، عزوز المعفن عمال ينطق فيك لفوق لفوق لما دماغك هتخبط في السقف، واحنا بيخفز بينا الارض، وشويه ناني وشويه ست ناني، هي ايه؟ ايه تكرهني الخير يا اخويا؟ لا يا دنيا ما اكرهش الخير لحد، بس احبه لنفسي قبل اي حد. انا جايبك هنا عشان تاكليني الشهد، تقومي تروحي مع عزوز والبس انا واكل على قفايا؟ امزي. عايز ايه دلوقتي يا طاعون؟ فيها لخ فيها يا نوال، ربع اللي داخلك بتاعي، والا ورحمه امي اللي موع على شكلها، زي ما جبتك دنيا الليل والفلوس ارجعك تاني اسفل السافلين. ربعه. يلا يا ست ناني. الو، ايوه يا كوريا. الساعه كام في ايدك يا ست هاني؟ اسمعيني اسمعيني يا كوريا، علاء عارف كل حاجه عني. يا نهار كسود ومنيل، وانا مش عارف ارجع الحارة عشان هو عايز يقبض عليا. طب هو عارف ازاي موكوس؟ بعدين هبقى اقول لك بعدين. انا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديده، مش عارفه اتصرف ازاي ولا عارفه اروح فين، وهو عمال يتصل بيا طول الوقت، فانا لازم اقفل الموبايل. طب بقول لك ايه، عارفه جامع مصطفى محمود؟ روح اقفي هناك، اقفي قدام باب الجامع واقفلي تليفونك واستنيني هناك، انا هكلم خالي ونجيلك على طول ناخدك على اي حته. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا بنت، ما تخافيش يا جولي انا جايلك على طول، مسافه السك. سلام. ميرسي يا انا مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني ليه بس؟ دي حاجه انتصار زي امي. تسلمي يا بنتي، ربنا يكرمك دنيا واخر. بس ما تنسوش بقى مواعيد الغسيل بتاعتها علشان ما تتعبش تاني. لا خلاص انا قاعده معاها على طول، وانا اللي هبقى متابعاها معاكي. انا هروح اشوف الدكتور كتب لك على خروج ولا لسه. عن اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا ابراهيم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاجه؟ اهلا يا ابني. والله والله انا مزوغ من الشغل مخصوص عشان اجي اطمن على الست اللي دمي بيجري جواها دي. وحيا ابني ربنا يكرمك ويقعده لك في ميزان حسناتك. يا سلام يا حاجه، ايه الدعوه الحلوه دي؟ على فكره يا ابراهيم، اللي انت عملته في ماما ده انا عمري ما هنساه. اصلك ما تعرفش غلاوتها عندي، ده انت كانك رديت فيا الروح. طب شكلها تعبان عايز ينام، ما تيجي نطلع بره نتكلم. ايه ده يا كوري، واخده فيش كده ورا على فين؟ ورنا واحد جامعه الدول وجاي على طول. جامعه الدول العربيه فين؟ حوار كده سوكا برسيك فيه بعدين. بقول لك ما تفهميني دلوقتي يا كوري. يا سوكا قلت لك مش وقته. انت بجد انسان جدع يا ابراهيم، اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن اي حد تاني يعمله الا لو كان جواه بني ادم شهم زيك. انا اصلي بحب الناس قوي يا نجوان بجد والله، اهلي ربوني على كده. عارفه لو دي اخر نقطه دم عندي كنت اديتها للي محتاجها، ان شاء الله اموت. بعد الشر عنك، بس انت ما قلتليش عرفت هايدي مروان منين؟ ابدا يا ست، انا قاعد في امان الله لقيت ربنا رمى الموضوع ده في حجري، قلت يبقى اكيد له حكمه. ازاي مش فاهم؟ انا هقول لك، انا فجاه لقيت كوريا اللي انا كنت خاطبها بتعرفني على بنت خالتها جمالات. كوريا؟ هو انت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لمؤاخذه، لكن انا دلوقتي حر نفسي، لا حد ليه عندي ولا ليه عند حد. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ست طلعت جمالات دي هي هايدا ابو طالب، وجايه تستخبى عند كوريا، وسمعت ان انت كنت شغاله معاها. اه اصل انا كنت سكرتيره بتاعتها. بس خلاص الموضوع ده انتهى. لا حول الله يا رب، انتهى كل الكلام ده انتهى. بس انت تلاقيكي برضه مأمنة نفسك ومحوشه لك قرشين بالمرتب وكده اكيد يعني. يا ريت. بس انا يعني لا مؤاخذه مش فاهم، انت ليه رامي امك في مستشفى حكومه كده؟ وكمان مش قادره تجيب لها كيس دم من ابو 400 جنيه. هو انت فاكر يا ابراهيم لو انا كان معايا فلوس كنت هستخسر في ماما حاجه؟ انت لسه ما تعرفنيش ولسه ما تعرفش غلاوه ماما دي عندي قد ايه. انا لو ينفع اصرف عليها فلوس الدنيا دي كلها وما اشوفهاش مرميه كده عمري ما هستخسر. شوف ازاي؟ انت بنت حلال يا نجوان على فكره، عشان كده ربنا هيديكي على قد نيتك.
شكرا يا بلدينا. دي الهبل اللي ملك جبل. قلت لك الضابط ده بعيدي عنه، قلت لك هيودينا في 60 داهيه، لكن ازاي الهانم مشدوده وراه كده وبالمغمطيس لغايه ما كفاها على وشها وهيجرنا كلنا وراها. بس هو قال انه بيحبني وانه هيقف جنبي، وقال لي كمان انا لو سلمت نفسي مش هيسيبني، بس انا اللي خفت وجريت. يا بنت يا بنت حب، ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ ده ضابط. عارفه يعني ايه ضابط؟ يعني ساعه الجد هو اول واحد هيحط في ايدك الكلابوش. بص فيه مالك، اسكتي شويه، مالك بترعبيها كده ليه؟ احنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه. الفاس وقعت في الراس خلاص. ايوه صح، نشوف لها مطرح جديد. واقول لك على حاجه، نشوف لنا احنا بقى ميكروباص يلمنا كلنا كده برابطه المعلم ويطلع مين على السجن. اه ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا احنا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا كنتوا متسطرين على واحده مجرم. خلاص انا اسفه، انا عارفه ان انا عملت لكم مشاكل وجع دماغ، بس اعمل ايه؟ ايوه اجي اللي بناخده. انا اسفه انا عملت لكم مشاكل، انا اروح اسلم نفسي؟ واحنا طبعا كروديات نمايلين. لا ازاي، يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس احنا. بطلي بقى بطلي بقى، المقلب الترابيزه على دماغي، ما تولع فيها بالمره احسن. طب ثلاثه بالله العظيم، ما انا جاي من هنا الا ما اطمن لك على مكان امين تنامي فيه. لا خلاص انا مش عايزه اتعبكم معايا اكتر من كده، انا هكلم بابي ودينا وهم هيلاقوا لي حل. طب خلاص خلاص ما تزعليش، مش لازم يعني بابي ودينا. واحنا رحنا فين؟ احنا هنشوف لك حل ان شاء الله. انت مش فاهمه انا استريحت لك ازاي يا نجوان. انا كمان استريحت لك على فكره، انا عمري ما بعيط قدام حد غريب في حياتي ابدا، والنهارده عيطت قدامك كتير، ده انا مستغربه نفسي. بس ما تقوليش غريب. غريب ازاي؟ ده انا دمي بيجري جوه الست الوالده، يعني بيربطنا دم. كلامك صح، احنا كده كاننا قرايب. بقول لكم ايه، الدكتور كتب للحاجه على خروج، انزلوا بقى ادفعوا الفلوس في الحسابات. كتر خيرك يا هاجر. فيك الخير يا ابله. على ايه بس؟ بس انا مش عاجبني رميه الست الوالده كده، احنا لازم نشوف لها حد يتبرع لها بكليته بدل ما احنا كل يوم بنشوفها بتموت. بعد الشر والنبي يا ابراهيم ما تقولش بتموت. بس هو يعني اللي هيتبرع لها بالكليه بتاعته ده محتاج له مبلغ كبير، وانا مش عارفه هجيبه لها منين. لقيتها. لقيتيه؟ البت هاجر الممرضه، الواد سوكا بيحبها. وهاجر دي عايزينها منها مكروكرون ولا ايه؟ احنا عايزين التاول هانم. يا خال البت دي انا اعتبر مديناها، لان انا اللي نزلتها الشغل لما كان اخوها حابسها، ما فيهاش حاجه يعني اما التاول جول يومين عبال ما نشوف لنا صرف. يعني انت تعرفيها كويس واثقه فيها يعني؟ وانا اعرفها اه مش قوي يعني، بس اعرفها. وبعدين ادام الواد سوكا بيحبها يبقى اكيد البت دي جدع. طب افرضي مثلا اللي اسمها هاجر دي رفضت، ولا سوكا كمان رفض، يبقى ايه الكلام وقتها؟ يا خال يا خال، ده سوكا، سوكا صاحب صاحبه، عمره ما يسيب حد في دقيقه ابدا. بقول لك ايه، سيب لنا موضوع سوكا ده، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له يقابلنا في الطريق. وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت دي زمانها في المستشفى ولا في بيتها. قال سوكا يسيب حد في زنقه، قال كله الا سوكا يا خال. ماشي، بتقول نازله على السلم خلاص اهي. مع احترامي للست الهانم ديت بقى كوريا، انا مش عايز هاجر تخش في الحوارات دي. خلاص يا سوكا خلاص، لو انتوا لو انا هضايقكم انا خلاص مش عايزه. هو ايه اللي خلاص ومش خلاص؟ ما تبطلي سهوكه اللي انت فيها دي، قلت لك 100 مره خلاص خلصنا. انا خلاص اتفقت مع البت ورستها على كل حاجه، وهي قالت لي انها تقول لاخوها انك بت زميلتها ومغتربه ومش لاقيه مكان تقعدي فيه، وبعدين هم كلهم يومين مش حوار يعني، وبعدين ده انا بديناه. انت هتفضحيها يا كوريا ولا ايه؟ خلاص يا بنت الناس، وانت يا سوكا طالما عملت خير هتلاقي خير ان شاء الله. نجوان ابراهيم. القهوه يا دكتور نادر. ايه ده، انت اللي جايبه القهوه بنفسك يا رجاء؟ هو انا عندي اغلى ولا اعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى. ايه هو بقى؟ معناه يا ستي ان رجوة حبيبتي اختي الجميله سامحتني ومش زعلانه مني. يا حبيبي هو انا عندي اعز ولا اغلى منك؟ انت اخويا وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا. يا نادر انت مش متخيل انا فرحانه قد ايه، انت رجعت ليا ولشغلك ولبيتك وللحياه كلها. انا بس يا حبيبي اللي خايفه تكون زعلان مني. يا ريت يا حبيبي كانت ايدي اتقطعت ولا اتمدت عليك. رجاء بعد الشر على ايدك. وعلى فكره بقى الالم اللي انا اخدته ده كان مهم جدا بالنسبه لي، بس اياكي تستحليها. لا مساء الخير.
سارة. انت لو ما نطقتيش يا ولية انت انا هحبس المنطقة باللي فيها وهقفلها لكم برضو لغاية ما اوصلها. يا سعادة الباشا والله ما اعرف حاجة، وبعدين انت ماسك في قفايا انا بالتحديد ليه؟ ما المنطقة كلها قدامك، ايه ولا عشان ست غلبانة ومنكسرة يعني؟ يا سعادة الباشا الاخت جمالات اخت فاضلة ولما نرى منها سوء، ايه حكايتها مع الشرطة؟ مالكش انت دعوة يا عم الشيخ. بنت كوريا فين؟ مين جت ايه؟ اهي بنت كوريا. واد يا سوكا اخس عليك يا ولا بقى، تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا. مره الجايه اخدك معايا انت وقال الحاره وعلاء باشا كمان. ترى يا ام سوكا استقطروا علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليله. اه يا ام سوكا تعالي تعالي. انا باشا بنت هايدي فين؟ هايدي؟ هايدي ده يا باشا ده نقل باندا ولا ايه؟ تستهبلي يا بنت. جمالات فين؟ اه جمالات ونبي ما اعرف يا باشا، بكلمها من الساعة 8 كده وهي ما بتردش، ده انا حتى فكرتها خرجت معاك. ما هي ما كانتش بتتكلم مع حد الا سيادتك. لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمالة تصوت دي. سدس سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها، ممكن تحط ايديها في الغسالة وتتكهرب. يو يو وانا اعمل ايه برضه يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك على نفسي شوية، وانا يعني ايه؟ كنت ولية ابرقها؟ بنت انتي انا هوديكي في 60 داهية، انت كنت متسطرة على واحدة هربانة. نهر اسود هربانة ونبقى ما اعرف يا باشا. انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمة وبنت ناس، هي يكشف بس يعني متخانقة مع جوزها شوية، عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحد ما يستلحوا. ولو كنت يعني قايلة في الحارة انها قريبتي ده عشان محدش يضايقها يعني وكده. انت عارف يبقى تيجي معايا الحبسة بقى لغاية ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الارض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده اسمع. هقول بص بقى يا باشا، لو انت شايف ان انا متسطرة عليها يبقى احنا الاثنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟ اظن الحاره كلها شاهده، ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا مؤاخذة في بينكم سر؟ هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك؟ لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صلى على النبي يا باشا، صلى على النبي. كوريا ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين امال في ايه؟ ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. كوريا لو ما جيتش من نفسك كده وقلت لي هي فين انا هحبسكم كلكم وبخليها بقى تنفعك. انا مالي يا باشا، انا السواق وخلاص. اتلم بقى اتلم عقلك يا عيسى. لا اله الا الله ولا يعني ولا يسوق ولا هي البت جمالات نصابه وحراميه وسوابق. انت هتوديني بدايه نعرف؟ ارفع ايدك فوق يا ام، امشي قدام، ارفع ايدك امشي ولا. امشي ساره انت مجنونه صح؟ شكلك بقى بني ادم. وانا كان شكلي ايه قبل كده؟ ما كنتش حاجه خالص. بس على فكره لياقتك النفسية عالية، تعرف تتحول 180 درجة في مفيش. تقدري تقولي كده أنا كنت واخد أجازة من نفسي ورجعت؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسة، وانت ما سبتليش اي حاجة. ولا انتي؟ انت اللي اختفيت. انتي عايزة ايه دلوقتي؟ عاوزيني يا نادر. طب ما انت مع نفسك. انا مش هنا يا نادر خالص، انا كمان محتاجة اخلص الاجازة بتاعتي وارجع بني ادمة طبيعية، محتاجة ارجع لنفسي. بس انا مشواري اطول منك بكتير. سارة انت عايزة تتعالجي بجد؟ بس خايفة، خايفة اعمل ده انا لوحدي. انت مش لوحدك، انا جنبك وهفضل جنبك، هاخدك من ايدك ووصلك لحد نفسك، وهتشوفي نفسك اجمل بكتير من دلوقتي. مش هتسيبني وتمشي زي المره اللي فاتت؟ انا ما سبتكيش، انا استنيتك وانت جيتي. وساره اننا مش هنتجوز، تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكره. روحي جهزي شنطتك واتصلي باهلك وشوفي هتقولي لهم انت هتقعدي فين، وانا هعدي عليك في البيت بكره الصبح. انت عارف هتوحشني قوي الايام اللي كنت شبهي فيها. وانت عارفه هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شبهي زي ما انا دلوقتي. لا 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 احكي لي بقى الوش ده، ده انا واخدالك اجازه يومين وقاعدين في وش بعض. احكي لي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي، سرك كبير ما تقلقيش. احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظابط؟ بهدلته معايا، سبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في أصعب موقف، خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي، وهو لو بيحبك هيستناكي.
خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفة مني؟ اودي وشي الناحية التانية عشان تغيري؟ لا مش مكسوفة، مستغربة. ايه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع انك عارفة ان وجودي عندك خطر عليكي؟ والله انا نفسي معرفش، يمكن عشان انت من ناحية سوكا. اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لا. بس بصراحة لما كوري حكيتلي حكايتك صعبتي عليا وعرفت قد ايه انت مظلومة، وبعدين قلت مش هبقى انا والدنيا عليكي. بجد الواحد بيكتشف معادن الناس وقت الشدة. قد ايه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير اي سبب، ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، عنك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض علي عادي. يا ما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجة حد ويبيعك. بقولك يا نوال، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده. اسمي ست ناني. ماشي يا ست ناني، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني. ما عنديش وقت. استني بس، استني بس، تقفي زعلانه مني يا ما يحكمش. نسيتي كبداكي، كبده مش سوق. بقولك ايه، نسيتي كل ده؟ بصي انا هقابلك بكره قدام المحل الصبح وفطنك على كل حاجه، ماشي؟ افكر. فكر. فكري. والله وحشتني الشلدومه قوي. حضرتك ممكن تملي الاستماره دي على ما نجهز اوضه الكشف؟ اتفضلي. انا بعمل حاجه صح مش كده؟ اكتر حاجه صح عملتيها في حياتك غير انك عرفتيني طبعا. عمر ما حد فضل معايا لحد الاخر يا نادر، في اي حاجه بعملها تفضل معي لحد الآخر. سارة أنتي لسه عمرك طويل إن شاء الله، ولما تبقي سارة تانية غير سارة اللي أنا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجة كتير قوي عن الناس. الناس مراية سارة، بتعكس أنتي شايفة نفسك إزاي. سارة أنا عندي ثقة كبيرة جدا فيكي ومراهن نفسي عليكي، وعارف إنك هتبقي جامدة وهتعدي المرحلة دي. ما تخافيش من أي حاجة، أنا جنبك للآخر. هاتي الورق وتفضلي معي. خلاص يا نادر، خليك انت وانا هكمل. خلي اسراري الطبيه بتاعتي انا لحد ما يبقاش في اسرار خالص، ساعتها احكي لك كل حاجه يا نادر. طب خليني اجي اقف معاكي. لا امشي انت وروح شوف شغلك وحياتك، وانا اول ما اعرف النظام هنا هكلمك ابلغك، ونشوف يحددوا لنا ميعاد تيجي تزورني فيه. ساره خلي بالك من نفسك، خليكي جامده، كل حاجه هتعدي ان شاء الله. يلا خلاص بقى نوال، كبدك غلط وبيصلح بقى عشان محبتك. تقولي هقول لجوزك على لوح السرير المكسور والحسنات اللي في جسمك والسيئات ليه؟ واحده جايبها من الشارع؟ يا بنت بهزر بهزر، يعني انا هقول له ادي راسك ابوسها لو زعلت؟ اوعى كده. ما خلاص بقى نوال، ما انت عارف ان كوريا كانت عامله لي مشاكل، بس انا خلاص سبتها، ما فاضليش غير نونا. وهبل انا بقى وبرياله وهصدقك،
انت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي، ده انا حافظاك. انت بس مش لايدة عليك شغلانتك العرة في المحل والخدمة على الزباين وعايز تاخدني سكة. تصدقي عيب عليكي، مش انا نوال، انا راجل، مش انا اللي اكبر من سكة حر. وكمان الموضوع اختلف، انت ما بقيتيش متجوزة وانا ما بقيتش خاطب، يعني احنا لبعضينا. هو الموضوع فعلا يا اخويا اختلف، والرجالة بقت حواليه زي الرز كده ويتمنوا لي الرضا ارضى. طب وهيمة؟ هيمة سجق كبدة الحمامة نوال، انت بقى عشان ارضى عليك تبين لي كرامة رقبتي. طعون واقف لي زي السلمة المكسورة في الطلعة والنزلة، فبعدوا عني عشان اللي عايز اجرب اذاه ولا ليا شوق ادوقه اذيتي. هو انا المفروض اسيب فلوس هنا ولا بعمل ايه؟ الدكتور نادر اول ما حضرتك دخلتي دفع لنا مبلغ كبير من تحت الحساب، هو كمان طلع فوق وحجز لحضرتك الاوضه اللي على الجنينه عشان قال ان حضرتك بتحبي الخضره قوي، وساب لنا رقم تليفونه عشان لو احتاجنا اي حاجه اتصل بيه. تمام. طيب ممكن حد يوريني اوضتي؟ يا نهارك اسود يا شكري، امبارح بالليل كل ده حصل وما تقوليش؟ فين في السيده زينب؟ انت ازاي تتصرف من غير ما تقولي؟ ده انا هخرب بيتك. اسمع انت جيني دلوقتي حالا. ها في يا عمي؟ هايد يا سيدي، الواد الضابط اللي في الحته دي حكيت له على كل القصه وميطاردها. يا نهار اسود، هي بنتك اتجننت ولا ايه؟ قلبها يا سيدي. قلبها؟ هو قلبها ده متركب ايه شمال؟ ما انا مرمي قدامها وهو ما حبتنيش ليه؟ حبك انت ايه وانت بتحبك حتى في بورصه وايه اللي فيها يعني؟ الو هاي نادر. هايد يا سيدي، حكت الحكايه كلها لواحد ظابط في الحاره، وهربت، فانت لازم تيجي فورا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. اعمل معروف. ف صباح الخير يا ابو طالب بيه، ولا تحب اقول لك حياك الله يا نهارك اسود يا شكري، امبارح بالليل كل ده حصل وما تقوليش؟ فين في السيده زينب؟ انت ازاي تتصرف من غير ما تقولي؟ ده انا هخرب بيتك. اسمع انت جيني دلوقتي حالا. ها في يا عمي؟ هايد يا سيدي، الواد الضابط اللي في الحته دي حكيت له على كل القصه وميطاردها. يا نهار اسود، هي بنتك اتجننت ولا ايه؟ قلبها يا سيدي. قلبها؟ هو قلبها ده متركب ايه شمال؟ ما انا مرمي قدامها وهو ما حبتنيش ليه؟ حبك انت ايه وانت بتحبك حتى في بورصي؟ وايه اللي فيها يعني؟ الو هاي نادر. هايد يا سيدي، حكت الحكايه كلها لواحد ظابط في الحاره، وهربت، فانت لازم تيجي فورا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. اعمل معروف. ف صباح الخير يا ابو طالب بيه، ولا تحب اقول لك حياك الله يا شيخ؟ اكلمك بعدين يا نادر. مين حضرتك؟ يا معقولة نسيتني بالسرعة دي؟ ده احنا لسه كنا مع بعض في محل جمالات. أقصد هايدي، ولا يمكن عشان قلعت اللبس اللي كنت عامل بيه الشغل خليجي بتاعك فنسيتني. امشي عليه. حاضر. روح دلوقتي. شو ايه وخليجي ايه يا أستاذ؟ أنت جاي هنا تهزقني في بيتي؟ أنت إزاي تدخل بالطريقة دي؟ البلد دي فيها قانون؟ هايدي فين؟ بصفتك ايه تسألني عن بنتي؟ بصفتي علاء عبد الحميد ضابط مباحث، في واحدة متهمة اسمها هايدا أبو طالب، كانت معايا وهربت مني. وانا جاي بقى ادور عليها. ايه يعني ظابط شرطه؟ هتخوفنا يعني؟ ايه يعني جراح؟ اسكت يا طارق دلوقتي. اتفضل اتفضل يا علاء بيه، ارتاح اتفضل. شوف يا علاء يا ابني، انا ما اعرفش مكان هايدي، بس كل اللي اقدر اقوله لك انها حبت واحد اسمه مروان، ضحك عليها ونصب عليها وهرب، بس اللي انا متاكد منه إنها فعلا بتحبك، ولو أنت حقيقي بتحبها ده هيبقى اختبار قدامي إنك حبيتها فعلا وقدرت تثبت براءتها وقفت جنبها وتيجي تطلب إيدها مني، أبقى عارف إن أنا حطيت إيدي في إيد الراجل اللي قدر يحمي بنتي عمي مالك يا عمي؟ عمي رد عليا، عاجبك كده يا اخويا؟ جبت له الازمه يا عمي؟ عمي رد عليا، بوس ايدك يا عمي. عمي 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 يا عمي. مشي؟ مشي. الحمد لله. ابيض
بس 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 ابوك وامك نايمين. يلا جرى يا اختي، انت هتعملي لي فيها قبله ولا ايه؟ ما تهزي طولك وتخرجي تدوري لك على شغلانه بدل قعدتك دي. حاضر يا بابا، انا هنزل اشوف شغلانه. يا صباح الفل ابراهيم، انا جبت عنوان البيت من المستشفى، قلت اجي اطمن على الحاجه لحسن من ساعه ما اديت دم للست دي وانا حاسس ان في حاجه بتربطني بيها. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ايه ده، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عن اذنك بس ثواني هخش اغير هدومي. اه اتفضلي. عاملين ايه؟ ازيك وانت ازيك؟ مساء الخير يا عمي. ايه ده، انت مين؟ انا اللي اتبرعت للحاجه بالدم. انت هتشغلني ولا ايه؟ انت بالله ابدا. جرى يا ست نجوان، هو كل يوم ذكر داخل وذكر خارج؟ لا، انت تلم هدومك وتمشي من هنا. نهار اسود ومنيل، انا مش شايف منك ابيض ولا اسود. وانت اخويا مش عايزين منك دم، انت تسيب الحاجه اللي في ايدك دي وتمشي من هنا خالص. احنا مش فاتحينها شقه ولا مؤاخذه. الحاجه في بنات صغيره قاعده، انت بتقول ايه؟ معلش يا ابراهيم. يلا، هو مين اللي يلا؟ في ايه بس يا بابا؟ انت تلم حاجاتك وما تورينيش وشك هنا خالص. ما يصحش يا حاج، دي بنتك برضه. اخرس انت. حاضر. سيب الحاجه. ماشي يا بابا، انا هرجع الم هدومي وامشي. لا حبيبتي، انا هلم لك حاجتك واحطهم لك على باب الشقه علشان اما تيجي تبقي تاخديهم من بره بره. روحي، جدك داهيه فيكي وفمك. معلش يا ابراهيم. يلا. مين ده؟ ابويا. ده مجنون. سيب الحاجه. الجميل زعلان كده ليه؟ لا مفيش حاجه. انتي فتحتي تليفونك؟ لا، كان في مسج مهمه لازم ابعتها، بعتها وخلاص. طب ازاي بقى مفيش حاجه؟ ده انتي حتى مش عارفه تضحكي. ربنا ما خلقش حاجه ليها اول وملهاش اخر، وهو عمر واحد، فبلاش الحزن ده. كل الناس اللي بحبهم وحشوني، مش عارفه اشوف اي حد فيهم. هما مين بقى الناس اللي انتي بتحبيهم دول؟ علاء وحشني قوي، كل شوية بتخيل انه هيجيلي على هنا يخبط على الباب يضحك ويقولي لقيتك، كأننا كنا بنلعب استغماية. هما الناس الأغنياء برضو بيلعبوا استغماية؟ اه، انا كنت بلعب استغماية طول الوقت انا ونجوان، بس هي كانت طول الوقت تسيبني مغمية عينيا وتروح تلعب مع حد تاني. هاجر، موبايلك بيرن يا هاجر. طيب جاية. ثواني. هاجر. نعم. موبايلك بيرن. مش عارف اتحرك ولا اعمل اي حاجه في بيتي. بس يا فواز، عشان خاطري ما تحرجنيش بقى. الو، هايدي. طب ثانيه واحده، في واحد عايزك، اسمه الدكتور نادر. نادر حبيبي، ما كنتش اتمنى اقولها لك في رساله، بس انت وحشني بجد، وانا مقدره موقفك ومش زعلانه منك، وعايزك انت كمان تقدر موقفي. ارجوك اوعى تزعل مني، اكيد قريب ربنا هيثبت لك ان انا كنت مظلومه. اوعى تبطل تحبني لحد ما الوقت ده يجي، وساعتها هنمسك ايد بعض ونخرج للعالم كله ونقول اننا بنحب بعض. بحبك قوي قوي. الظاهر الالوان حرقت لي عيني. طب انت بترسم طول عمرك ايه الجديد يعني؟ يا عم سيبك مني انا، انت مالك قافل كده ليه؟ اسماعيل بيمكدرني، والقطايه شكلها معربه، هايدي ملهاش وجود، ونادر شكله ملوش في الليله والفلوس بره مصر، هسحر انا؟ عمال يقول لي بقى دي رابع قضيه ما بتخلصش الا لما بديها لزمايلك. انا مش طايق نفسي علاء. معلش معلش يا ياسر. معلش ايه؟ وانا بقول لك حكيت العربيه وانا جاي لك. مالك يا ابني انت راخر النهارده؟ مفيش حاجه.
فين اللوحه بتاعت صاحبتك؟ خلصتها. خلصتها؟ طب انا هموت واشوفها، هي فين؟ ارفع القماش الابيض هتلاقيها تحتي. طب ايه؟ ردت عليك في موضوع الجواز؟ رفضت. احسن يا عم فكك، شكلها وحشه خالص. دي اللي كنت مجننة عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه الراجل المجنون ده؟ أنت مستحملاه إزاي يا نجوان؟ الله يكون في عونك يا حبيبتي، آه والله. بس بأمانة ربنا أنا قلت هروح ألاقي بواب وأسانسير وجو من ده، كنتش مفكرك بنت بلد زينا كده. أنت عاوز مني إيه يا إبراهيم؟ أنا قصد كل خير، آه ربنا. أنا اتقصت وقعت على واد فني أشعة ابن جنية، شغال مع ناس هيجيبوا لك واحد يتبرع بكليته. بس الموضوع هيتكلف بين 70 ل 75 ألف جنيه، عشان دي فصيلة نادرة مش منتشرة زي كده. وأنا هجيب المبلغ ده كله منين؟ بس بقى، ما تفكك بقى نجوان من الجو اللي أنت عايشة فيه ده. وبقول لك إيه؟ أنا عارف الموضوع بتاعك أنت ومروان كله، من طقطق لسلام عليكم. إيه ده؟ أنت وشك اتخطف كده ليه يا ماما؟ ما تقلقيش، ده أنا كبداكي، يعني راجل وكفاءة و10 على 10، سرك في بير بترول. بس طلعي يا بنت الحلال الفلوس دي واصرفي على الست الغلبانه اللي بتموت. انت مش فاهم حاجه. لا انا فاهم، انت مكمره الفلوس وخايفه على البوليس يشمها. بس دي امك برضو يا نجوان، امك. مش بقولك انت مش فاهم حاجه. طب يا سيدي عشان اريحك، مروان اتخطف، في ناس خطفوه معرفش هما تبع مين، والفلوس كلها فضلت معاه في اليونان، وانا بقى رجعت مصر بشنطه هدومي وشويه فلوس فك، يعني طلعت من المولد ده كله بلا حمص. اتخطف؟ خطف ازاي؟ ايه الفيلم ده؟ معرفش بقى مكانه فين. المهم دلوقتي يا ابراهيم انا عاوزه شغلانه ان شاء الله ب 1000 جنيه في الشهر. شغلانه ايه و1000 ايه؟ انت مجنونه؟ الفلوس اللي معاكي فين؟ يوه انا قفلت الصفحه اللي ورايا دي خلاص. انا خسرت كل حاجه وخايفه على ماما وحاسه ان انا سبب في اللي بيحصل لها ده كله. يعني انت طلعتي من مصر انت ومروان معاكي 50 مليون اخضر وراجعه منفضه. ايوه جاك قهوة. انت هبله. اهو ده اللي حصل بقى. بص يا نجوان، انت ما ينفعش تطلعي من المولد ده بلا حمص. امال هنعمل ايه؟ معرفش، سيبيني كده افكر وادعبس واشوف هنعمل ايه. انت جيتي معايا سكه ووقعتي صح مع اللي هيجيب لك الحمص كله او ربنا كله. عليا بقى لقيت ان الست صاحبه المحل اللي موكل المعلم سلومه متهم بحرقه شخصيه وهميه اساسا، وانها واحده هربانه ومنتحله شخصيه غير حقيقيه، وانها هربت من المنطقه كلها، وبما ان مفيش صاحب محل حقيقي ومفيش شاكي فبالتالي مفيش قضيه. فانا بقول لحضرتك لو تعفينا من الاجراءات المعقده وتخرج معايا المعلم سلومه، وخصوصا ان الراجل ده طول عمره مشهود له بالنزاهه والاستقامه. غور مع الاستاذ. يلا كتر خيرك يا سعاده الباشا، ده جميل كبير قوي، ربنا يقدرني واردهولك. الف شكر عليا يا باشا على تطبيق روح القانون. السلام عليكم. فضل فضل. سلام يا باشا. خش برجلك اليمين يا نجمة مصر. اتفضلي يا ست الكل. هي دي شقتك يا ناني. شايفة؟ ريسبشن كبير وثلاث مطارح وحمامين ومطبخ ايه؟ اوبن تشيكن امريكاني وبراندة كبيرة شرحة وبرحة يربح فيها الخيال، والعفش ايه؟ شغل فنادق على ابوه عشان يستحمل لمؤاخذة تنطيط السنين. تنطيط؟ تنطيط مين يا اخويا؟ هو انا عندي حد بيتنطط؟ انا قصدي يعني عشان لو موسوكة جاتلك ولا حاجة البيت اهو برضه يستحمل الوزن التقيل. ام موسوكة وسوكة بس هما اللي هيعتبوها، غير كده لا. اصيلة ناني. طيب بص يا ست الكل بقى، هتعدي الشارع يا دوب فرك الكعب تلاقي نفسك جوه المحل، لا مواصلات ولا زحمه ولا قلق، عشان تيجي مبسوطه ومرتاحه لزباينك ومعجبينك. ها قلت ايه يا قمر؟ على البركه؟ على البركه. اصيله ناني، عندي ليكي خبر حلو كمان. قول يا اخويا. الحاج منير الدرويش صاحب قناه تقاسيم للرقص الشرقي، عايزك تعملي عنده كليبات وبيدفع حلو قوي. اهم حاجه الكلام في الماديات. لا انا مش هسيبه، انا هفضل وراه، انا هظبطها لك الماديات دي. وعلى فكره مش هسيبك انت كمان قاعده مقطوعه كده في الشقه دي لوحدك، لا من وقت للتاني كده هبقى اجي اشقر عشان لا مؤاخذه يعني اخد بحسك. لا يا اخويا كتر خيرك انت، انا اخد بحس بلد بزيها. يلا يا اخويا انت كده روح ركز في شغلك وفي محلك وانا هبقى كويسه. كتر خيرك. ما تخافش عليك يا ناني. السلام عليكم. كفارة مع السلومة. الله يخليك. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. الله يسلمك، عشت يا موسوكة.
فين يا راجل يا موكوز انت فلوس البيت؟ البيت هيقع على دماغنا يا راجل. من بكره هتلاقي العمال شغالين فيه، وانا حاجني غير الظابط المفتري اللي دخلني الحبس. ما هو انت لو نيتك نظيفه وقلبك نظيف كان زمانك دلوقتي اتجوزت البت اللي اسمها جمالات. انت عارف ايه؟ اسكت يختم يختم يختم. ما انت ما انتش عارف كانت لهفه يجي 500 ومليون الف جنيه. والله ابصر ايه كده يا اخويا، حاجات كتير قوي كانت مستخبيه عند البت اللي اسمها كوريا. وبعدين هربت دلوقتي. يعني لو كانت نيتك نظيفه بس هي نيتك شبهك كان زمانك اتجوزتها. ده حتى الظابط يختي مش عارف يتلم عليه. بت ايه يا جمالات؟ انا على السلومه. عبد الله على السلامه يا معلم. سلومه كفاره؟ لا كفاره ايه ونيله ايه بقى؟ بقى سلومه اللي بيبيع لحم حمير بقاله سنين، واللي بيبني عمارات تقع على نفوخ الناس، يوم ما يتعكش يتعكش في قمصان نوم. وسبحان الله يا جدع يطلع منها زي الاندر والعجين. انت عملت كده ليه يا نادر؟ ازاي تتخلى عني وتسيبني في عز ما انا محتاجاك؟ يا هايدي بجد انا اسف، بس نفس اللي انت كنت فيه انا كنت فيه. كنت ضايع ومش قادر الاقي نفسي، بس الحمد لله فوقت قبل فوقت الأوان، ومش هسيبك تاني أبدا إن شاء الله لحد البراءة. بس أنا خلاص تعبت، أنا عايز أرجع أعيش حياة طبيعية، عايز أرجع بني أدمة طبيعية. كل مشاكلي أخس إزاي؟ هلبس منين؟ هسهر فين؟ هسافر فين؟ مش بوليس وقضايا وجرائم وهروب. أنا خلاص مش قادرة أكمل، أنا حاسة إن أنا عايشة في فيلم طويل ما بيخلصش. أنا قدمت طلب للنيابة بتشكيل لجنة من البنك المركزي. اللجنة دي اسمها لجنة الرقابة على البنوك، شغلتها إنها تسقط الفوائد المركبة اللي على القرض، وده يطلع حوالي 5 مليون دولار. لو تشالوا من توتال المديونيه بتاعتك للبنك الباقي هيبقى حوالي 45 مليون دولار بس. والله انت بتقول ايه يا نادر؟ اذا كنت انا دلوقتي معيش 45 الف جنيه. يا هايدي انا عارف انها سلسله اجراءات قانونيه ممله، لكن لازم نمشي فيها بالترتيب عشان نوصل لاحسن حل. وبعدين خلي عندك ثقه في ربنا، انت ما اذيتيش حد وكل حاجه هتمشي تمام ان شاء الله. بقى يا ست اللي هتغلبيني فيه حساب سوكا. ماله حساب سوكا؟ وهو زي الفل. انت عايز اقل من كده يا حبيبي؟ احنا ما بنبيعش ضمار يمه. كتير قوي يا ام سوكا، كتير خالص يا شيخ. ليه؟ فاكر نفسك جابر عبد الحليم؟ نسخه واحده من عبد الحليم، توأم كده اهو، هما الاثنين توأم. ايه؟ ازاي؟ كده اهو. هي كرداسة أقرب ولا ناهية طاعون؟ لازنين أقرب من الاتنين يا كباية. طب سكة نوال دي بقت أزل اللي هيعمل نفسه مطب فيها، فأنت عشان حبيبي أنا قلت أقولك تبعد عن السكة دي. جريك الداكي هو اللي هنقوله هنعيده؟ إحنا مش قلنا مش لازمك؟ كان بس دلوقتي لازمان. يعني إيه؟ يعني كانت معايا ورماتها وبعد كده حلت في عيني فوطيت جبتها. نوال ظبطت لك طاعون، لو بس حاول يحكها قولي لي هرجعه بطن امه تاني. انت كده اشتريت رضاي ودفعت عربون، بس حرس مني عشان انا دلوقتي ناني مش نوال. صحيح، ابقى فكرني اخلي عزوزي ينطقك في المحل عشان تبقى الطب. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. متشكرين يا نسا ناني، متشكرين. ناني نوال. سلومه بره يا باشا. سلومه مين؟ سلومه الجزار اللي في المنطقه اللي كانت فيها هايده ابو طالب، عايز يقدم بلاغ. خليه يدخل. تمام يا باشا. يا سلومه. السلام عليكم يا سعاده الباشا. عليكم السلام، اتفضل. شكر. ما
والله يا سعادة الباشا، أنا من ساعة ما جيت هنا المديرية قاعد أدور على مكتب سعادتك لحد ما وصلت. أنا عندي بلاغ يا سعادة الباشا. وعايز تبلغ عن إيه؟ عن واحدة هربانة من العدالة واللي مخبيها ضابط بوليس يا باشا. مين دول؟ واحدة اسمها هايدي. هايدي أبو طالب؟ والله ما أقبل يا سعادة الباشا، أصل أنا كنت أعرف اسمها الأول الجمالات، اللي جوزها وهي راحوا على البنك سرقوه الفلوس دي الملايين. مين الضابط اللي مخبيها؟ ضابط مباحث في اسم مصر القديمة، اسمه عدم المؤاخذة علاء أبو حميد. خدتني ومشينا والفرح يضمنا كوريا ولوحدك اللي ما عملتيها واحنا مخطوبين. اديني عملتها. ده ايه جو الافلام ده؟ في ايه اللي بينك وبين البت اللي اسمها نجوانا كبداك؟ الله، ده انا متراقب بقى. لخص في ليلتك بقى، انت كنت عمال تسالني على هايدي والفلوس عشان تقررني وتعرف فين الكفه الكسبانه وتجري وراها. وايه كمان؟ كاكاو يا شيخ، بتستفق ان انا هيمه؟ بتخش عليا بالناعم عشان تعرف فين سكتك بعيد عني؟ بتخليني كل مره افرح من جوايا واقول يا بنت هيمه ارجع لك، وانت دلك النجس عمره ما هيتعدل ابدا. ما طبعا، ما انت لقيت سكه فيها فلوس وحريم نظيفه تبقى ايه لازمتها كوري؟ مش كده؟ خلصتي؟ اه خلاص يا هيمه، خلاص يلا قول بقى البقين اللي انت حايشهم عشان تطلع نفسك ابيض وانا البت 60 كلب غلطانه في كل حاجه. بص يا كوري، انا لا شفت ولا عرفت سكه نجوان وهايدي دي غير منك. انت يا بنت الحلال اللي سفلتي سكه العوق وانا مشيت وراكي بكمل. اللي ليكي عندي يا كوريا الجدعانه، وانا لحد دلوقتي جدع معاكي. انا لا اذيتك ولا بلغت عن صاحبتك، لا ليكي عندي ولا ليا عندك يا كوريا، وكل واحد يشوف سكته. صح كده. اقول لك على حاجه، السكه كانت غلط من الاول، بس اوعدك من دلوقتي سككنا مش هتتقابل تاني. طريق السلامه يا كبداك، بس خليك فاكر السكه اللي متداس في اولها على قلب واحده اللي بيمشي فيها لازم قلبه يوجعه في الاخر. ابراهيم سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال هاجر فين؟ نزلت المستشفى عشان تشوف اجازتها وقالت انها مش هتتاخر. يعني مفيش حد هنا؟ لا مفيش غيري. طب انا هنزل اقعد على القهوه، ولما تيجي قولي لها تبقى ترنلي عشان بكلمها ما تردش عليا. اوكي ماشي. انا سبت البيت وقعدت في بنسيون، وعلى فكره انا لقيت شغلانه سكرتيره في شركه توظيف عماله في الخير. والله يا نجوان يا خير ما فعلتي، او برضو احسن بالقعده مع ابوكي الاهبل ده. انا اسف بس اصله غريب قوي، ده قال كلام قدام الاطفال ما ينفعش يتقال، ده انا اتكسفت. اخبار الفلوس ايه؟ سيبك انت من حكايه الفلوس، انت شكلك بتحلم. بص بقى يا ابراهيم، تعرفش تلاقي لي بيعه حلوه للتليفون ده؟ عايزه فيه كام؟ ما اعرفش، بس مش عاوز اخسر فيه كتير. يا نهار ابيض، ده رقم من اليونان. رقم من اليونان؟ ومين اللي معاه رقمك في اليونان؟ لا اصل هي، اصل ده مش تليفوني، ده رقم مروان اللي في اليونان. تلاقي حد بيكلمه عاوزه في حاجه ومش عارف ان التليفون معايا هنا في مصر. ممكن يكون عايز مروان عشان خاطر الفلوس او نطلع منه مصلحه. رد، هو انت مفيش دماغك غير الفلوس؟ يعني لو حد في اليونان وعاوز مروان في حاجه هنطلع منه مصلحه ازاي واحنا هنا في مصر؟ مش عارف، مش عارف. طب رد، ردي بس ونشوف بعدين. ردي مين؟ شوفي مين وعايز ايه. ردي، ردي يلا، انت ما عندكيش حاجه تخسريها. رد. حاضر. الو مروان، انت بتعمل ايه متخلف انت؟ قالي بقى يا اما عشان تتكيفي دلوقتي، هو اكيد هيكلمك تاني. قولي له الخط قطع، ولو سالك انت فين قولي له انا لسه في اليونان، بس لما خطفوك انا خفت وهربت على اي محافظه بعيد ولا حاجه ومسافه السكه وابقى عنده. ردي. هقول له ان انا في اليونان ليه؟ اتقالي يا اما على الصبر، اتقالي يا اما على الصبر عشان افهمك. ردي ردي ردي، انا هفهمك على كل حاجه بعدين. لا انا لا هرد ولا هقول له ان انا مسافره ولا ان انا في اليونان. نجوان انت مش خسرانه اي حاجه يا ماما، ده ابوكي اللي هو ابوكي شايفك شمال وكرشك. ردي. الو ايوه يا مروان.
ايوه يا مروان انا سامعاك. اه بالاخر كده انا قلقان على الست اللي قاعده عندك ديت. ما تقلقش دي هايدي دي جميله قوي. عارف الناس اللي احنا بنتفرج عليهم في التلفزيون؟ تخيل بقى لما حد منهم يجي لك ويقعد عندك في بيتك وياكل من اكلك وينام على سريرك. دي طلعت طيبه وغلبانه قوي. انت جامد قوي يا سوكا يا فنان. ربنا يخليك يا ابن عم. ربنا انا عشان تعرفي ان انا معروف. ماشي يا عم المعروف. المهم انا بقول ان هي طيبه ماشي، من الاخر كده هتعطلني من الموضوع اللي انا عايزك فيه. وانت عايزني في ايه بقى ان شاء الله؟ تكونش عملت غنوه جديده؟ لا. امال ايه؟ من الاخر كده عندي مشكله في اللبس. لبس؟ ليه؟ ما انت جبت كام طقم اهو ربنا فرجها معاك. المشكله بقى في الكام طقم دول، مش عارف انسقهم مع بعضيهم عشان اروح لاخوكي واطلب ايديكي. انت بتقول ايه؟ بقول لك مش عارف انسق يعني البنطلون مع الجاكيت عشان اروح لكم البيت واطلب ايديكي. ابلا ايه؟ استنى يا سوكا انت بتهزر صح؟ والله ما بهرج بتكلم بجد. يعني انت هتروح لفواز وتقول له انا عايزه اطلب ايد هاجر وتخطبني وتتجوزني وكده؟ ايوه اروح لاخوكي فواز واقول له ان انا بحبك ونفسي اتجوزك واخلف خمس عيالك ومشاكلك واسمهم هاجر. انا بحبك يا سوكا. بس يا بنت ايه مجنونه احنا في الشارع؟ اصل انا بحبك يا سوكا. بتقول ايه؟ بحبك. طب ممكن تقولها كمان؟ بحبك يا سوكا. بحبك يا عم. بتاعها البنت دي بتمسكي امسكي بتحبني يا جدعان. استني شوفي بقى نجوان، انت بدل عيشه البنسون والقرف ده تتسافري تعيشي برنسيسه احسن، تخليكي جنب مروان وعينك على الفلوس، وانا شويه وبحصلك لما اعمل التاشيره واوضب قرشين هلعب انا وانت لعبه ونرجع بالفلوس. انا مش مسافره يا ابراهيم، وفلوس ايه اللي احنا هنجيبها؟ وبعدين انا خلاص تعبت ومش قد البهدله دي. شوفي ياما انت هتطلعي من هنا على المطار وش البطيخه بقت بتاعتك واللعبه مضمونه، ما تشوتيش ليه؟ محدش يقدر يلعب مروان، ده ممكن يوقع اي حد، وبعدين انا بصراحه خايفه منه، مش عاوزه ارجع له برجليا تاني. انت بس سيبي لي نفسك، انت اصلك ما شفتيش لعبي، انا بحب العب مع الحريف، ده انا هلعبه واشمسه واعلي الكوبري والبسه الجون، والجمهور كله هيهتف ويسقف. طب وماما؟ ماما ده ماما دي في عناية. على فكره نجوان انا بحب امك دي حب يعني شوف ربنا عالي، اصلها شبه امي بالظبط، امك دي في عناية ما تقلقيش. بس انا مش عاوزه اسيبها تاني لوحدها. طب تسيبيها وترجعي لها بالاخضر اللي يعمل لها العمليه ام 75,000، ولا تخليكي جنبها وتشوفيها وهي بتموت؟ ما تقولش عليها بتموت بعد الشر. ايدك بس على فلوس الطياره وانا هعمل كل حاجه، واول ما تروحي المروان هناك اللي فيه باي قصه من بتوعك وولعي في الباسبور بتاعك ليعرف ان انت سافرتي. اولع في الباسبور بتاعي وايه لازمه كله؟ عارفه يا نجوان واحنا راجعين بالفلوس هوقفك في المطار واقول لك شفتي كبداكي عمل ايه. انت عارفه ما سموني كبداكي ليه؟ عشان اي موضوع بخش فيه بسيب الناس تعضعض فيه الاول، واقوم جاي انا مادد ايدي وجايب كبده. خليكي مع كبداكي يا نجوان وانت عمرك ما هتخسري، اشتري منه. يعني ايه يا هاجر؟ قلت يومين وهو عدى اليومين، انا عايز ابقى براحتي في بيتي. فواز ابوس ايدك وطي صوتك. ما هو ضيف له ثلاث ايام عندنا نشيله في حنا وعلى راسنا كمان، لكن ما توصلش ان انزل اقعد على القهوه عشان ما ينفعش اقعد مع حرمه غريبه في بيتي. يا فواز يا اخويا ده انت ابو الواجب، انت ما ربيتنيش على كده، الست في بيتنا عيب. بقول لك ايه؟ فضيها سيره بقى، انا مش عايز وجع دماغ. طب بس بدل ما تسمع صوتك بقى. شيء انا همشي. لا يا هايدي، هايدي استني بس، اصل فواز متضايق شويه معلش عشان خاطر. معلش يا هاجر انا لازم امشي، مش عايزه اعمل لك مشاكل اكتر من كده. مش هينفع اسيبك تمشي يا هايدي عشان خاطري، خليكي قاعده. شكرا قوي يا هاجر. يا هايدي استني بس اسمعي. حاجبك كده؟ افتكر اللي انا بعمله صح ده يا ابراهيم؟ صح الا صح، ده صح الصح يا ماما. تعالى ابراهيم. ايه؟ انا مرعوبه من مروان خصوصا بعد اللي حصل له ده، انا مش عارفه هلاقيه عامل ازاي. قلنا ما تخافيش يا نجوان، انت اهم حاجه بس اول ما توصلي بليفين موضوع ان انت لسه كنت في اليونان. اه وولعي في ام الباسبور عشان ما اعرفش ان انت سافرتي. ها وايه لازمه ده كله؟ لما نرجع ومعانا 50 مليون اخضر هتعرفي ايه لازمته. ماشي يلا يلا اهي يلا خد يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي بالك من نفسك. ها ماشي. يلا مع السلامه. بقول لك ايه؟ ما تنسيش الا ها. يلا يلا باي باي. باي باي. بقول
لك يا واد. قولي. انا مش هقبل اقل من عربيه مرشيدش تلات عيون. على حظك ياما نازل عربيه تويوتا فيت 27 مرشيدش خمس عيون مش خساره فيكي ان شاء الله. بدل مرشيدش خلاص. عايزه كمان ايه يا واد؟ شقه كبيره قوي قوي وواسعه كده هو وبرحه فيها يجي خمس اوض واربع عفشات ميه. اربع عفشات ميه؟ عفشات ميه بس تكون ايه الواحد يقعد يرتاح عليها كده هو. تبقى تعالى سكع وزي. ايه 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 انا قاعده بتكلم مع ابني كلام خصوصي واسري تيجي كده بقول لك ايه؟ تعالي هنا يا اختي قولي لي مين البت الموكوسه اللي انت كنت جايبها لنا ده وهتعملي لنا مشاكل ومصايب. بقول لك ام سوك مش ناقصاكي خالص دلوقتي ومش عايزه حد يفتح بقه بجنس كلمه في الموضوع ده. ماشي لا ده انا ام سوك افتح بقي واقول اللي انا عايزاه. سكت امك يا سوك احسن اسكتها وبقيت الام. خلاص يا كوريا تعالي تعالي حبيبي. في ايه يا اختي؟ بقول لك ايه البت هايدي 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 مين؟ جمالات يعني. مشيت من عند هاجر اخوها ما طلعش راجل معاها وعايزين نتويها. هي دلوقتي مع خالي وانا رايحه لها. تعالى معايا. بقول لك يا كوريا فكيني انا من الحوارات ديت انا عندي شغل كده برضك يا سوكا. ده انا اختك وبقول لك محتاجه لك. طب عشان خاطرك انا هخلص شغل وهرن عليكي. خلصنا ولا يلا شوف يا اخويا امك شوف امك. خير ياما كملي بيت الطلبات ياما. بص بقى وكمان عاوزه ايه يا واد؟ اوضه مسافرين. ألف سلام عليك يا حبيبي. أنا أول ما رجعت وشفتهم بيخطفوك خفت بصراحة وحسيت نفسي إن أنا تايهة وخفت لا يخطفوني أنا كمان أو يعملوا فيا أي حاجة. عشان كده اضطريت أهرب. رحت جريت أخدت القطر وطلعت بره أتينا وقعدت عند ناس غلابة كده. أنا قلت أوفر على قد ما أقدر عشان ما كانش معايا فلوس كتير وما كنتش عارفة هفضل هربانة لغاية إمتى. شفت بقى يا نجوان انت من غير ما تسويش حاجة. ما انت اغلى حاجة في حياتي. حاولت اكلمك كتير على نمرتي عشان دي كانت النمرة الوحيدة اللي انا حافظها بس ما كانتش بتجمع. ما هو بصراحة انا خفت لا يعرفوا مكاني بالتليفون عشان كده كنت اغلب الوقت قافلاه. عايز اروح عايز اروح الشقة بقى. زهقت من قعدة المستشفى دي. خلاص اهدى احنا ما نروح نروح. عايز اعرف جسم الكلب ده فين عشان ادفعه الثمن غالي قوي على اللي عمله. انا خلاص هموت وهشوفه قدامي عشان اطلع روحه في ايديا. خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا. كل اللي عملته في حياتي ده كوم واللي عمله في جسم ده كوم تاني. هخليه يتمنى الموت بدل المرة ألف. أشوفه بس أشوفه. اتفضلي يا ست جولي ما احنا ما وراناش غيرك. مش عامله زي ليلش البراني كده من المرميه ارجع لي تاني. معلش يا ست هايدي كوريا دايما تهزر معاكي بتحبك. معلش هي معذوره انا برضه تعبتها معايا قوي وهي ملهاش ذنب. لا ما بحبهاش غيرش بس انا اللي حاسه انها عامله زي ليلى صغيره ومسؤوله مني. وبعدين العمليه عارفه. ايوه سوك انا مش قلت لك اوقات حصلني. بقول لك ايه مزنوق في الكباريه الزباين على ودني. طمنيني انت عملت ايه في المشكله اللي عندكم؟ ولا حاجه على حطت ايد. لا عارفين هنوديها فين ولا عارفين هنعمل ايه. بقول لك ايه انا عندي فكره جهنميه والهانم كده شكلها هتطول شويه. بقول لك ايه رايك اما ناخد ست الهانم ديت ونسكنها في البنسيون اللي كانت ساكنه فيه البنت نوال. قلت ايه؟ ايه بنسيون؟ لا بنسيون لا الحكومة هناك رجليها داخلة طالعة عشان يطمنوا على السكان وبنت الناس هناك دي ما ينفعش تكون هناك. ايوه صح خال بيقولك ما ينفعش. وبعدين تعالى هنا ادام البنسيون ده كانت قاعدة فيه اللي اسمها نوال يبقى اكيد مشموم. اللي هي تولع في قلب بدلة الرأس مطرح ما هي قاعدة قادر يا كريم. طب انا بقى لقيت المكنة الصح. فين؟ اقول لك بقى فين. ايه رايك اما ناخد ست الهانم ونسكنها مع نوال في شقه جديده اللي عزوز جابها لها. بقول لك ايه حته دي شقه مش عايز اقول لك انا مش عارف عند الاوض بتاعتها. قلت ايه؟ بيقول لك تقعد عند نواه. ده انا خنوقها كده بايديا دول وافقر لها في الارض عشان اتويها ولا الاقيهاش تقعد مع نواه. طب ثلاثه بالله العظيم الراجل اللي اسمه سوكا ده كلامه مظبوط. المكان ده صح ما الناس صالح احنا بكلافاتك مع نواه. انت عندك حق. هو انت عندك حل تاني يا كوريا؟
معرفش، اكيد في حل تاني. اللي هو ايه؟ معرفش، نفكر. يبقى مش وقت مشاكلك دلوقتي، هاتي التليفون. الو، يا سوكا، هي نوال دي ساكنه فين؟ ازيك ست الكل؟ في شارع الهرم. طب انت متاكد منها؟ 100% 100%. طب بص بقى، انت قول لها ولو وافقت يعني يعتبر مكان جديد وبعيد عن الشبهات. وانا هكلم نوال بقى، مش عايز اقول لك بقى، وحياه ربنا اول ما تشوفك هتاخدك بالحضن. لا نوال دي كريمه قوي قوي. يبقى انا خلاص هروح لنوال. يعني زنقت معاك البلد كلها ما لقيتيش الا مكان نوال؟ ماشي يا جولي، بشوقك بس كده بقى. جري يا بحر. رايحة فين؟ اوعى خير. مالها البت دي؟ يا اهلا يا اهلا، خطوة عزيزة منوراني يا ست جمالات. لا ده اسمها هايدي هاني من نوال. يوه يقطعني، اصلي واخدة على قديمه. معلش مفيش مشكلة، بس الشهادة لله انتي برنسيسة. انا قلبي قال لي انك لا يمكن تكوني قريبة اللي ما تتسمى كوريا دي. اهو الفرع اللي يجيب الصبارة الناشفة يجيب برضو الوردة المفتحة دي. ولازمتها ايه بس؟ لازمتها ايه؟ انا عيبه في كوريا، هي مش موجودة معانا. انا الله، جرى ايه عم شكري؟ ما انت عارف ما بقبلهاش، وبعدين بتفك مع الست هانم بكلمتين. يبقى بلاش ست هانم والكلام ده، قولي لي هايدي على طول. هايدي على طول؟ طيب يا اختي بيتك ومطرحك. وبعدين انا سوكا كلمني وفهمني على كل حاجه، وسوكا ده بقى وش الخير عليا، وانا لا يمكن اقول له ابدا ابدا لا في اي حاجه. وبعدين انت حبيبتي، وقفتي معايا وقفه السبع رجاله لما كان سلومه الناقص ده عايز يتجوزك عليا وانت رفضتي. وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليوم الدين. منورني يا ست هايتش. يا صباح العكاوي. يا صباح الكبده الكبداكي. هات ياد كرسي من عندك. ايه الطله الغريبه دي؟ عندي ليك مصلحه حلوه قوي، لو ليك شوق فيها لغي لك صاحبها. وصاحبها ايه؟ راجل تقيل 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 وبيلعب في ملعبك. امتى الحدايه بتحدف كتاكيت؟ بتحدف لو فيها مصلحه بتحدف. ولو اني مش حبك ماشي، ايه المصلحة؟ عقارات، الجو بتاعك. ايه العبارة يا كبداكي؟ العبارة في العمارة. اسمع، أنا أعرف واحد اسمه الحاج عرفة، بيبني عمارة 11 دور على ثلاث نواصي وواجهة. ثلاث نواصي؟ ربنا يزيده. أنا هنطقك يا سلومة، وربنا اللي نطقك. أنا هدخلك معايا، وهو معاه ناس تقيلة برضه. شوف هتقدر تدفع كام، واللي هتدفعه هتاخده ثلاثة في ظرف كام شهر. أيوة بس أنا الجنيه اللي معايا على قده. دول ناس غيلين. لا ما تقلقش، انا ليا دلاله عليه قوي، بس انا هينوبني من المصلحه دي خمس بواكي. امين. هما باكو واحد، والسلام عليكم ورحمه الله. بطل نتانا سلومه. اوه اخرك معايا تلات بواكي. هما خمسه، ياما المصلحه هترسى على حد تاني. قلت ايه؟ خلاص خمسه خمسه، ماشي يا كبدكي. يا ساتر، ده انت الجنيه اللي يطلع منك اخواته يدعوا له. مالك يا اختي مالك بس؟ فيك ايه؟ شايفة يا خالتي؟ شايفة البيت فضي عليا ازاي انا وانتي؟ بقينا قاعدين زي قرد قطع لوحدينا. امي راح، وكبداكي راح، وخلي مالي في حاله. ده حتى جولي بعتنا واشترت عدوتنا، خلاص مش هنشوفها تاني. يا بنتي قطعتي قلبي يا حبيبتي. خلاص بقى، خلاص اسمعي، أنا بحبك، أنا مش هسيبك أبدا. تعالي بقى، تعالي اقعدي على رجلي. اسم الله عليكي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، ما تخافيش، أنا معاكي مش هسيبك أبدا. يلا تحكي بقى، تحكي بقى يا أختي بقى. يلا، وده إيه ده؟ ده مفتاح البيت. وده؟ مفتاح التلاجة. طب فين بقى مفتاح النملية؟ يوه النملية ملهاش مفتاح. طب الله مين؟ طيب خلاص، في ايه؟ الدنيا طارت. ايه ده؟ في ايه؟ نجري قدامي. لا نجري فين؟ هاتوها هاتوها. ايه انا ما عملتش حاجة يا بيت؟ انا ما عملتش حاجة عشان اللي. طب انا عملت ايه طيب؟ طب انت بقول لك ما ينفعش خالتي تقعد لوحدها يعني. كلمي كلمي خلي شوفي. يلا
تتعبيش نفسك يا نوال، انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا، هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. طب يا اختي عزوز. صباح المساء على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. أهلا يا أخويا، أمورني. الله الله الله، من على الباب كده يا ناني؟ مفيش اتفضل يا زيزو. لا مؤاخذة يا زيزو، ما أنت عارف يا أخويا حرمة وقاعدة لوحدي، يعني ما أقدرش أدخل رجالة. الله الله، هما فين الرجالة دول؟ ده أنا زيزو. ما تأخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوباية اتنين وكل الأحبة اتنين اتنين. ده احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكل. الله، خدوهم بالصوت، ما انا اجيب الشقة وادفع واكلف واصرف وغير يجي الضيف. لا يا حبيبتي، الكلام ده ما ياكلش عيش معايا يا ناني. اوعي من وشي، خلينا نشوف من جوه. يلا اوعي، تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعي من وشي، خلينا نشوف من اللي جوه. الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها. وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلو. انا بقى مين؟ لا مين ولا الميلامين يا اخويا، مش كل التر يا حبيبي. انا راقصه بس بشرفي، اوعى تكون فاكرني منيها ما هتاخد لي الشقه وتقدر تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العامله دي فايتلك الشقه على المحل على اي حاجه تيجي من وشك. ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ ليه ليه بس الزرزرة دي وليه العصبية دي؟ استهدي بالله يا جميل شوية. الله، يلا يا اخويا. يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو لينا كباريه، اللي قصدي لينا بيتي. يلا. طب اسمع، تهدي يا ناني. الله، قلت لك اهدي مش كده. مع السلامة. جات كل هم صنف منيل، الا ما فيكوا واحد عادل. يا اختي انت قاعدة مكتومة كتمة الكحك ليه؟ هو انا ناقصة هم يا ربي؟ بس يا ولية، بس خلصي، بس يا ام منقر. انا بمنقرش عليكي. مالك يا امه؟ امال بس خالد صندوس يا امه. قول لامك تسكت، قول لها تسكت لحسن بعدين افشفش دماغ اللي جابوها. بقول لكم ايه، انا مش عارف انام نكو ولا ايه. ايه اللي بتلعبي بقك فيه ده؟ خلي لعبي بقك انت كمان. لا خلص خلاص، ما عادش فيه. بقول لكم ايه، انا صدعت اخش انام جوه. ايه الصداع اللي انا فيه دوت؟ ايه يا ولد، انت ايه اللي مقعدك في وسط النسوان؟ الله، نمت عليك حيطه يا بعيد. يا باي عليكم انتوا الاثنين. يا ابني يا ربي، انت يا علينا يا ولد. يا ابني انا قلت لك، قلت لك يا ابن الفقريه نمشي من هنا من بكره الصبح، تجيب لي شقه يا ولد. العمر مش بعد يا ولد. يا خرابي يا خرابي، خلاص خلاص يلا يا خرابي. بكره اجيب لك شقه في الفرن في سيزيزو ومبلا بتاع. سلام يا اخويا. يا رب عبيت عليك. بتضحكي على ايه يا ولية؟ يا رب تموتي. عشان خاطر يا ابو طالب دي، كوريا دي بنت غلبانه، ضيعت قبل كده سنه من عمرها في السجن في قضيه ملهاش لازمه. ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحراميه؟ ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك، دي بنت غلبانه. يا اسطى شكري، ما تخافش، كوريا ما عليهاش اي حاجه. انا هبعت لها محامي النهارده يطلعها. تلاقي الضابط بس كان بيضغط عليها شويه عشان تعترف بمكان هايدي، وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت انها كانت تتستر عليه. ما خلاص بقى يا عم شكري، خلاص يا عم شكري، قال لك ما عليهاش حاجه يا عم شكري. يا باشا مهندس، دول مش مستنيين يثبتوا حاله، دي ناس يدها طايله. انا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي، زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مزعوره في وسط عتاويل الاجرام. بقى انتوا بتتكتلوا عليا روح خالتك منك ليها؟ بقول لكم ايه، اللي فيكوا راح سكن القناطر تبقى تسال عليا هناك، تقول كوريا ابقات وهم عرفوها كويس انا مين. واللي فيكم مش راحه، اول ما تخرج من هنا وتدوس على اسفلتك كده اهو، تبقى تتشاهد ان ربنا نجاها من تحت ايدي. كاتكوا 60 ايه؟ كوريا عبد العاطي. نعم. تعال. ماشي، انا خارجه اتمم على الاسم وراجعه لكم تاني. لو لقيت واحدة بس لفت وشها كده هو ولا قعدت هشقلب، هخلي ايديها تحت كده ورجليها فوق. ماشي؟ جات كل قرف. بعتين لك محامي. اللي معاه ربنا قلبه مرتاح يا باشا. لو عايز احبسك وارحلك على النيابة دلوقتي هحبسك،
والنيابة بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده. لكن أنا هخرجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ود. لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتلي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك، أقسم لك بالله لأكون قابض عليها ومرحلكم انتوا الاتنين في كلبش واحد. ونعم بالله يا باشا، شكرين. ألف شكر يا فندم. السلام عليكم. يا باشا أنا راقبت الحارة كلها واتقصت. هيدا أبو طالب عاملة نفسها راجعة من الخليج واسمها جمالات، وإنها بنت خالت بنت كوافيرة اسمها كوريا، وهيدا لما مؤاخذة كانت فاتحة يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا، وعلاء بيه اللي كان بيحميها. بس هي يا باشا كانت مشيبة رجالة المنطقة كلهم، معلمين وسواقين تكاتك وجزارين، حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها. ومين لسه على اتصال بيها؟ أكيد علاء بيه، عشان كده قبض على البنت كوريا وحبسها، خايف لطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هايدي بعد ما هربها من المنطقة. طب اتكل أنت على الله ارجع هناك، وتبلغني أول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج. توجيهات سعادتك أوامر يا باشا. ماشي علاء. أيوة دكتور نادر. بقول لحضرتك إيه؟ أنا مكسوفة منك جدا يا نوال، يعني أنت النهاردة ما نزلتيش الشغل بسببي وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا أختي راحة، وأنا عملت الصح مع عزوز عشان أكهربه، وبعدين أنا حالفة أعمل لك الخد ده زاد والخد ده مية، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي، كوريا دي جدعة وطيبة وأنت برضو شكلك جدعة وطيبة. يعني أنا حاسة إن أنتوا لولا المشاكل الصغيرة اللي كانت ما بينكوا بتاعت الشقة وإبراهيم كان زمانكوا بقيتوا أعز أصحاب. أصحاب مين يا ست؟ ده لو القط ولف على الفار أنا وهي لمؤاخذة لا يمكن نولف على بعض أبدا. طب أنا كنت عايزة أطلب منك يعني طلب صغير. يا أختي أموري. ينفع يعني أستعمل موبايلك؟ لازم أكلم بابي. ياخدي تفضلي يا أختي تفضلي. ميرسي. بصي هو أنا معايا موبايل بس ما ينفعش أتكلم من الخط اللي فيه، لازم أجيب خط جديد. يا أختي أنزل أشتري لك، هو موال بس استخدمي ده يا أختي براحتك. ميرسي. بابي حبيبي يا بابي، وحشتني جدا جدا جدا. اهلا يا هايدي. اهلا حبيبتي السيد، وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي، يعني اصلا انا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه يا اختي؟ ده بيتك ومطرحك، تجيبي فيه اللي انت عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. صوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها بنت غلبانه وجدعه قوي قوي قوي، ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بص يا بابي، انا عايزه دينا تجيلي هنا وتجيب لي معاها هدوم جديده، وتجيب لي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر. طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا بنتي بعيده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا حاج عرفه، بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا، هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه، هو كان عايز يخش في فلوس البونه والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه نص مليون. صلي على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قسط لك الباقي. يعني ده اخر الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندي. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، الزهر مفيش نصيب. يلا السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف هيما؟ لو العماره دي طلعت 11 دور
هتتكلف بالأرض بحوالي 1,200,000 وهيبيعهم ب3,000,000، وأنا لو خشيت ب100,000 إن شاء الله هطلع ب200,000 في كذا يوم. خلاص بقى خيرها بغيرها معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شوية يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، أنا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه، هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته ايه وبقول لك، بس هو مش هيوقف انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو الو، ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب طيب بالراحه، انا جولي. جولي خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بمرت ان شاء الله. انت من بيت اهلك؟ او اكتر من اهلي. ايوه صح، بمرت مسكتيني ورحت قعدت عند عدوتي، هن عليك العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكم بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهلك تكلميها؟ يا اخي كلمها عذراء، انت مقابله مستعجل. بقول لك ايه، اخلصي قولي عاوزه ايه. طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ انت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيده علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي، انا عايزه اطمن عليكي، قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده. ده يا اختي اطمني، البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوع زي قرد قطع بالظبط، ليكي شوف حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق انهد مع النسوان على الجنيه والاتنين، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن. طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس؟ سندس ربنا يتولاها بقى، قطع الاكل والشرب، اهرى نفسها من العياط، وما بتنامش الا على فرشتك. يا ربي، طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعت لك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بنت، سندس مين اجيبها عند نواه؟ انا عدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدي عليها قطر البعيد. اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباري الساعه 7 وبترجع بالليل متاخر، انت هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبه. بقول لك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيه اللي جابها لك عمك شكري، ارحمي نفسك تامير. وبعدين تعالي هنا، انت اللي اخترتي تقعدي عند الواطيه دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انت وحشاني واشوف سندس والجو ده، انا فاهم سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكيه موكلتي كل الاصول الموضوعه تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقه انا عايز اثبت بيهم ان البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الاصول بطريقه طبيعيه جدا وروتينيه، مفيش اي تدليس، مفيش اي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمه القرض. تمام. سيادتك ده طلب بتشكيل لجنه من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها، وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض. الكلام ده طبعا سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك، ويكون التعامل بناء على الرقم ده مش بناء على 50 مليون دولار. بالراحة بالراحة. والله بالراحة هو. طيب ثواني ثواني، احنا خلصنا كده خلاص. يلا معلش يا حبيبي استحمل شوية بس. خلاصي يلا. ايه اهو خلصنا بس يلا. انا ما سالتش نفسي كان اجوان، انا ليه متمسك بيك لغايه دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا؟ ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجة بس من غير مسؤولية، وتعرفي تبقي مديرة أعمال شاطرة قوي، تعملي أي حاجة في أي حاجة من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحدة زيك. بس على فكرة في ميزة مهمة جدا أنت نسيت تقولها. إيه؟ إن أنا بحبك جدا، وبعدين انا بحبك اكتر من عادي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا،
دي حقيقة، ما تبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيشها لما حد زي، اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شوية. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد، وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا هسيب العالم ده كله عشانك، وهعيش خدامة تحت رجليك. ما انت عايش، وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيلة. الله، ولا هو هم وخلاص. نعم. بقول لك الله يخليك، انا مش نافعني الشغل ده. شغل ايه يعني؟ ست نوال تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها ان شاء الله. وانا مالي يا اخوي، هو انا كنت خلفتها ونسيتها ولا كنت خلفتها ونسيتها؟ وبعدين انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، انا قدامك اهو. انت عارف انا لو طلعت على الفست بتاعك ده هو ودبت دبتين وهزيت هزتين، وانا بعمل لك زلزال خمسه ريختر محترم، بس نسيت اجيب بدله الرقص معايا. مساء الفل يا اداره. هلا يا طاعون، ازاي؟ الا الست الناني او الراكسه الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش؟ اشمعنى انا يا طاعون؟ انت ناسي يا مديري ان هي مكايبي، ولو في اي قلق او حزازيات هتبقى في وش. لا مفيش قلق ولا حاجه، ما تقلقش نفسك ولا في اي حزازيات. روح انت بس شوف شغلك وخلينك على الزبان كويس. جرى ايه يا واد يا طاعون؟ تعالى هنا. انت يا اخويا عمال تصطاد في العكاره ولا ايه بالظبط؟ صدقي بقى ان انا اللي عينيا بتبكي عليكي بعكره عشان خاطر الظلم ده يا ست ام سوكا. انت عارفه كويس ان تعتع قلبه يا روح كده كقطعنا. ده انت ساوي يا ولا. روح روح اكل. يسلم لي حلاوه لسانك. عن اذنك يا دكتور. اتفضل يا طاهر، روح شوف شغلك. انت يا اخويا انت راخ في ايه؟ انت كل يوم والتاني ملقح جبتك عليها، ما هي بترقص وبتهز وبتجيب لك فلوس زي الرز هنا وهنا وهنا وهنا. ايه من شهر طالع واكل نازل واكل من مجاميعه كده؟ يا باي عليك يا ستي، لا هناكل ولا هنشرب ولا من مجاميعه، خلاص بطلنا اللي عطلنا يا مسوكه. بقول لك ايه، الله يخليك، عايزك انت مسوكه تكلموها لي، قولوا لها بقى تنزل الشغل الله يخليك من بكره عشان خاطري، خليها تنزل الشغل عشان نخلص. خلاص خلاص، ما احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نلم ورا النسوان. شوك ربنا يخليكوا يا رجاله. ماشي يا حاج عرفه، بكلمك. ماشي يا كابتن. خد يا سوكا عاوز ايه يا ابن عمي؟ بقول لك ايه، انت محتاج عربيه الكبده تاني؟ عربيه كبده ايه يا ابن عمي؟ ده مش كاري. بقول لك ايه، انت عارف انا كنت بكسب كام في الكبده؟ 10 جنيه كل يوم. اللهم صل على النبي، دلوقتي بكسب كل يوم كام؟ 500 جنيه من الاخر يا ابن عمي. انا امض عيالي وربنا راضي عني، ومن الاخر كده يا ابن عمي انت عارف انا من صغري وانا موهبه. قشطه يا فنان. وانا ده سوكا قايلك بالاول انها هتلعب، انا اصل كنت مزنوق في قرشين كده فقلت ابيع العربيه عشان افك زنقتي. تمرني يا صاحبي من جنيه لألف. لا يعني امر لله يا سوكا، خلي ألف ايه، ده انا محتاج فلوس كتير قوي، اصل انا مسافر سفريه كده. بس اوعى تجيب سيره لحد. ها اوعى يا، السفريه دي بقى محتاجه حوارات واساتك وكلام من ده. بقول لك ايه، يعني هتسافر وتسيب بطن البقره؟ جد انا مسافر سفريه هترجعني اشتري بطن البقره باللي فيها؟ هبقول لك يا صاحبي ايه، خد دول بس خليهم معاك، امسك بس كده. لا خليهم يا سوكا، انت بقى ليك محتاجهم ولا حاجه؟ يا جدع انت خيرك عليا يا جدع، خد بس ينفعوك في السفر. لا مش هيجي لي قلب يا سوكا كده، امشي بيهم وانت محتاجهم، مش هيجي لي، مش هيجي. خلاص بقى انت حر، سلام عليكم. خد يلا. ايه يا صاحبي؟ هات الفلوس. خد يلا غور. نادر عالم الدين، محامي هايدي ابو طالب. اهلا وسهلا، اتفضل. أنا عارف ومتأكد إنك مستغرب جدا من الزيارة، بس أنا عرفت إنك لحد دلوقتي ما اتكلمتش ولا بلغت بشكل رسمي عن إنك تعرف مكان هايدي. وبعدين؟ ده معناه إنك مؤمن ببرايتها زينا، ومعناه كمان إنها كانت صح جدا لما قعدت معاك بنفسها وكلمت معاك على كل حاجة. وده معناه إن حضرتك متستر عليها وعارف مكانها، وجاي لي ضابط شرطة جوه الاسم بتاعه وتقول له عايز أتكلم معاك بخصوص واحدة هربانة منك. خالص. مين قالك ان انا اعرف اي حاجه عن مكان هايدي؟
وبعدين هو مش حضرتك رحت وقعدت واتكلمت مع ابو طالب بيه وعلاء بيه؟ تعالى نحاول ما ننساش ان هايدي هربانه بس بريئه. والله انا مش قاضي عشان احكم عليها، انا وظيفتي اني اوديها للقاضي عشان يقول هي بريئه ولا لا. كلامك مظبوط، بس للاسف توقيت وقوف هايدي قدام القاضي هو ده اللي هيحدد براءتها من عدمه. يعني يعني هايدي ممكن تقف قدام القاضي دلوقتي حالا وهيحكم عليها بالادانه ظلم، ممكن تديها شويه وقت ونقدر نثبت براءتها. انت جاي تقنعني انها تسطر على متهمه هربانه؟ انا بس عايز اشرح لك الموقف وعايز اقول لك على حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان في كل الاحوال شغلك بعيد تماما عن القضيه، ولو اديت لنا شويه وقت عشان نقدر نثبت براءه هايدي تبقى خدمتها خدمه عمرها. طب والحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه بتهيالي انك لازم تاخد بالك كويس جدا الفتره دي ان في ياسر بيه عبد الحق بيراقبك تقريبا 24 ساعه في اليوم. ياسر يراقبني انا؟ بالظبط. أنا جوالي حبيبة قلبي، صدقني كنت لسه بفكر فيكي وربنا وحشاني. وانت كمان وحشتني قوي. طب انت بتروح لماما بتطمن عليها؟ طبعا ده انا بروح لها كل يوم. انا جوان ضمك دي زي امي بالظبط. طب انت عامل ايه وهتيجي امتى؟ انا عامل الصح، قدمت على فيزا وقاعد بدبر في القرشينات، بس انت عارفه بقى الدنيا صعبه، طالبين رصيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيره كده، بس انا شغال ما تقلقيش يعني. ياه انت شكلك كده هتتاخر، والنبي يا ابراهيم حاول تعمل الحاجات دي كلها بسرعه. لا عيب عليك، انا موصي واحد شغال في شركه بترول هيجيب لي جواب ان انا شغال في الشركه، والفلوس دي اهو بجمع حته من هنا على حته من هنا. ما تقلقيش انت بس شويه وهتلاقيني قدامك. طب والنبي يا ابراهيم بسرعه عشان انا بقيت خايفه من مروان، بعد اللي جاسم عمله فيه ما بقاش طبيعي خالص، وانا خايفه لا يتهور ويعمل حاجه ويورطني معاه. في اسرع وقت والنعم، بس انت عقالي كده. نجوان نجوان اوعي تشككي في اي حاجه عشان لما اجي الشغل يبقى على النظافه. نفسي اما ربنا يكرمنا كده اخلف خمس بنات يكونوا امامير زيك واسمهم هاجر كلهم. يا سلام بقى، هتعرفهم من بعض ازاي ان شاء الله؟ بسيطه، هاجر رقم 2 تيجي، هاجر رقم 3، هاجر رقم 4، هاجر رقم 5، بسيطه. امال فين هاجر رقم 1؟ انت طبعا رقم 1، انت احسن هاجر في مصر. بقول لك ايه، مش تاخدي لي بقى ميعاد من اخوك عشان اجي لكم؟ اسكت بقى يا سوكا، انا فواز اصلا ما بيكلمنيش من ساعه ما هايدي مشيت من عندي. انا السبب طبعا، انا اللي عملت كل ده، وطبعا هي جت لكم البيت خربت الدنيا. انا اسف يا هاجر. لا يا سوكا انت مالكش ذنب، بس انا حاسس في نفسيتي كده ان هو ما كبرنيش يعني قدام ضيفتي. بقول لك ايه، سيبك من الزعل، مش انا كلمت امي خلاص بجد؟ امادي بس المهم، وانا عازم الحاره وهنجي لكم قريب وهغني لك احلى اغنيه من الحته ديت. هتغني لي ايه؟ هغني لك نفسي اتجوز اربعه. اربعه في عينك؟ اصلي هتجوز 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 هتجوز، انا خلاص هتجوز وهبطل ابص على البنات. تبص على البنات؟ لا لا ابص على يعني ممكن يكون في ستات. هقتلك. بحبك. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايز اقابل انسه ساره عبد الواحد. لا لسه مش مستحيلها بالزيارات خالص. والزياره القريب من الدرجه الاولى او للشخص اللي وصلها المصحه. انا لو وصلتها المصحه؟ طيب حضرتك احنا عندنا رقم تليفونك، هنتصل بيك اول ما يكون مسموح لها بالزياره. طب من فضلك ممكن تديها الورد ده؟ قولي لها من دكتور نادر. حاضر يا دكتور. متشكر قوي. اتفضل. يا ام سوكا انت ياما، هتيجي ياما ولا امشي؟ يا ولا استنى عليا اما الم شويه الرفايع دول. رفايع ياما، بقول لك ايه الشقه فيها كل حاجه، خلصيني بقى. يا واد شويه الرفايع دول ما يهونوش عليا، دول ذكرياتي وحياتي كلها. شيل 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 ياما، احنا مسافرين البلد ياما، ايه اللي انت جايباه ده بس؟ يا باي عليك ياما. يا اخ سوكا. يا عم الشيخ خلاص نويتم المغادره؟ يا عم الشيخ مغادرين ان شاء الله. خد يا واه، والله ولا كنا ناويين نغادر ولا حاجه يا سيدنا الشيخ،
هو احنا حيلتنا حاجه بس هنعمل ايه بقى؟ البيت المدعو ده هو كان هيقع على دماغنا، انما انا نفسي ومنى عيني كنت اقعد في الحته كلها لحد ما يودوني القبر يا اخويا. ما هو برضه الحرص واجب يا مسوكة. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ما احنا بقى نغادر يا عم الشيخ عشان التهلكه اللي انت بتقول عليها دي. والنبي هتقطعي بينا يا ام سوكة زي بالظبط ما قطعتي بينا لما بطلتي بيع الفجل والجرجير. ماله يا اختي الفجل والجرجير بقى ان شاء الله؟ ما هي بتاعت الفجل والجرجير ده هي ربة راجل زي الفل، نجم من نجوم السماء العالية، وعندنا عربية ورايحين يا حبيبتي بيت يشرح النفس، مش بيتكم المدعو اللي إن شاء الله إن شاء الله هيندك على دماغكم دكاً دكاً. ما تدكك يا ولية يا ولية، أنت لسانك هيفضل بتبري منك كده. وأنا شفت حاجة من الحارة دي عدلة، بس أعمل إيه؟ قلبي قلبي اللي عاوز يتقطع، ما بتهونش عليا العشرة. هو أنا بنت حرام يا بنتي؟ والنبي هتوحشيني يا مسوك، والنبي هتوحشيني. مش هوصيك يا أختي بقى، ده بيتك تيجي في أي وقت يا أختي. حاضر يا سوكة، وأنت خلي بالك من أمك لو إنها تخرب بلد بحل. حبيبتي ولا روح اجري هات القلة أم عاشور بسرعة. وقت ذكريات أولى اليما دلوقتي. اجري يا واد هات القلة ولا ما تنرفزنيش. لو عليك يما. يلا يا واد حبيبتي. سلام عليكم يا أخي سوكة. سلام عليكم يا أخي سوكة. خليك أنت هنا في التهلكة بقى يا عم الشيخ. إن أنا ما بحبكيش، ده أنت حبك مسكت في قلبي والله قاعد وحاطط رجلي على رجلي. والنبي عارفة يا سوكة، والنبي عارفة. القلة يما. القلة يما. اتفضلي يما. سلام عليكم يا حبيبتي هتوحشيني والله. سلام يا كوريا. سلام يا قلبي والله. خلي بالك من أمك. خلي بالك من أمك. ماشي حبيبتي. عافية والله يا كوريا يا حبيبتي. جيلكم هبقى جيلك. سلام يا حبيبتي. سلام عليكم يا ولا. اسرح يا ولا امشي. سلام عليكم. يوم اما وليه قلبة صحيح غوره وليه من هنا غوره وليه من هنا المركب اللي تود مية بالتمام والكمال. والله يا اخي سلومه انا خدتهم بس عشان خاطر كبداكي، وعايزك تعرف ان انا عمري ما شاركت باقل من نص مليون. طب ليه بارك لنا فيك يا حاج يخليك لينا يا كبداكي؟ اطمن، واحدة واحدة هتلاقيني داخل عليك بالنص مليون ومن مليون كمان. دول نسختين من عقد المشاركة مضلنا عليهم هنا يا معلم سلومة. عمري ده ايه؟ أنا ببصم. قبل ما تبصم حسنتي. نعم. نعم ايه؟ حسنتي. عيب، ده أنا المعلم سلومة. ايه المعلم سلومة؟ ده أنت معلم على نص المنطقة في الفلوس، حسنتي. صدقني أسد عيب. لا يبقى خلاص خد يا حاج العقد. لا 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 بس مش خسارة فيك، هات هات. ألف مبروك يا معلم سلومة، ألف ألف مبروك، أنت ابن حلال ولسه ياما هتشوف، أقسم بالله. معلش والله يا بهوات، أنا متأخرة قوي، المدير هاريني تليفونات، أصل الصالة ما تشتغلش من غيري. أبو سمار، سيبك منهم ده ما فيش غيري، إيما ومركز وظيفة ميري، أنا أبو طالب، وطالب كل حاجة. أهلاً أهلاً يا باشا. بابي معلش بس إحنا مش عايزين نعطلنا ولا نشوفها. ربنا ينجح ربنا ينجح مقصدك إن شاء الله، ويرزقك بولاد الحلال. طب بيتكم بقى ومطرحكم سلام. متشكرين قوي يا نوال. اقعد يا بابي اتفضل يا حبيبي. بتقول ايه؟ ان مفيش حل غير الفلوس دي لازم ترجع. انتوا بتقولوا ايه؟ استحاله ان مروان يرجع الفلوس باي شكل. الفلوس دي ممكن اخدها منه بالقوه او ترجع بالحيله. حيله يعني كيف يعني؟ ايوه قصدك بالاشتغاله يا اخوانا. ده تعبان مش هنعرف ناخد حاجه منه. تعبان بس عنده نقطه ضعف، الستات والفلوس. لو الاثنين اندمجوا في بعض في واحده ست حلوه قوي وغنيه جدا ممكن توقعوا، بس اهم حاجه نعرف عنوانه في اليونان. انا شخصيا معيش فلوس، والراجل ابو نجوان ده زباله وبيتكلم بالملايين. ايوه بس الكلام ده كان الاول. نجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها، لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكم لو لقيتوا مروان هتنتقموا منه، ممكن جدا تساعدكم. طيب عن اذنكم بقى. على فين يا بابي؟ انا ونادر هنروح الشركه نشوف الموظفين والمحامي اللي جايبينه انه رافع قضيه ضدنا ده، نخلص الحكايه دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان. حد مستني حد؟